طبعا اليوم بطولتنا بطولة تجديف على مستوى فلسطين، الأولى على مستوى فلسطين، حيكون فيها مشاركة من أربع فئات: فئة ذوي الهمم، فئة سيدات، فئة زوج رجال وفرد رجال. وإن شاء الله نقدر يعني نعمل إشي حلو ونفرجي العالم. هدفنا من هذه البطولة إنه نفرجي العالم ونفرجي المجتمع جميعا إنه إيش في عندنا مواهب. بما اني اول مشاركه لي في سباق المجدف واول مسابقه في فلسطين بشكل عام يعني، وانا مبسوطه كثير اني جبت المركز الاول، وانا تعبت كثير على حالي واشتغلت كمان يعني ضربت اكثر من 15 يوم، فهذا يعني كله من جهدي ومن تعبي انا. يعني شعور رائع، أشعر بالمتعة في الحياة وأشعر بالحياة الجميلة وأشعر بمتعتها، وأشعر إنه أنا بوصل رسالة إلى الناس إنه عليكم أن تعملوا رغم الإصابة أو رغم لا، هذا يعني يعطيك حافز إنه أنت تطلع من الجو اللي أنت فيه وتشتغل وتبدع